وإن إمام الكذابين لإبليس الذي لعنه الله، فهو أول الكذابين وإمامهم وأول المخادع المخاتل. قال الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. انظر الخبيث، قال لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، خشية أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، حلف لهما بالله تبارك وتعالى. وما كان آدم يتصور أن أحدا يحلف بالله كذبا، فصدقه وخدع به، فدلهما بغرور إلى آخر ما سمعتم من هذه الآيات. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. انظر كيف غرر بهما وافترى عليهما وكذب عليهما وقال هل فيه على صديقة الناصحين المخلصين هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فغره هذا فأكل منها. فكان النتيجة ما حكى الله تبارك وتعالى أن كشفت عوراتهما وطفقا يخصفان عليهما حياء من الله من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهكذا رحمة الله تدرك أولياءه، وقد حاق سخط الله وغضبه ولعناته بإبليس إلى يوم الدين، وسيكون في جهنم إمام الخالدين.